سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. جسور سوريا اسمها بيعبر عنها وبيوضح رسالتها، بيلخص هدفها بمد جسور بين سوريا الاغتراب وسوريا الداخل لدعم الطلاب السوريين يلي ما قدروا يكملوا دراستهم العليا عن طريق تقديم منح دراسية ودعم مادي. هالفكرة كانت وليدة رغبة مجموعة شباب وصبايا سوريين كان بدهم يقدموا المساعدة للسوريين الداخل بعيدا عن الأحداث السياسية يلي عم بتصير، عن طريق مد جسور أكاديمية مخصصة للشباب السوري لمستقبل أفضل. بيبدأ دعم جسور سوريا بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين يلي ما قدروا يكملوا دراستهم الأكاديمية لأسباب مادية، وطبعا هاي المنح بتتقدم للسوريين جوات البلد وبراتها، لأنه هدف المنظمة دعم الشباب السوري وين ما كان. أما الخطوة الثانية للمنظمة فهي الدعم المهني للشباب وتأمين فرص عمل. الخطوة الثالثة مد جسر بين أصحاب المشاريع الجديدة والمستثمرين المغتربين اللي صاروا رجال أعمال وشخصيات مرموقة بدول الاغتراب. في عدة شروط لازم تتوفر بالتقدم للمنحة. يفضل أنه يكون متخرج من الجامعات السورية، ولازم يثبت أنه ما عنده قدرة يتحمل مصاريف التعليم، وكمان يثبت أنه طالب متفوق بيستحق هالمنحة. طبعا اي حدا بده يقدم للمنحة او بده يقدم دعم مادي بيقدر يعمل هالشي من خلال التواصل مع منظمة جسور سوريا على موقعهم على الانترنت او صفحتهم على الفيسبوك. المنحة هي واحد من البرامج اللي بتقدمها جسور سوريا، وفي عدة برامج تانية تعليمية وارشادية ومهنية، مثل البرنامج الارشادي للدراسة في الخارج، البرنامج الارشادي المهني، وبرنامج الاستشارات الريادية. وما تنسوا انه فعلا السوريين لبعض هن الجسور بتنمد وايدين بتتكاتف. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.